الفرنسي بشعار السيد سعيد بن خالد بن سعيد آل زيد الهاجري في الشوط الأول الخاص للإبكار اللقاية، بينما الشوط الرئيسي الخاص للقعدان اللقاية شاهين لحمد بن محمد بن جهويل المري كان صاحبا لأفضل توقيت. مرة أخرى ننطلق وإياكم إلى هذا الشوط وإلى تحدي اللقاية وإلى السن المفاجآت وإلى السن الأوسط المميز بالنسبة لجماهير رياضة الهجن العربية الأصيلة. نأخذ المركز الأول وهذه هي الشاهينية. الشاهينية تقود المسيرة بشعار السيد حمد بن مسفر بن حمد الهاجري، بينما المركز الثاني وزن وصلت على المركز الثاني لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي، وهذا شعار الثريا اللي قادم على المركز الثاني، بينما من الجانب الاخر الكايده وصلت على الجانب الاخر لفالح بن سالم بن فاهد بن سالم الهاجري على ثالث المراكز. مباشره ننتقل للتي تليها بالمركز الرابع، وفي المركز الرابع نتابع من يتقدم في المركز الرابع في هذه اللحظات وفي لحظات الفوز والانتصار في هذا التقدم. دائما هذه اللي انتقلت بدورها من الجانب الآخر، وهذه هي الذيبة لسالم بن عبيد بن حمد المري. وفي المركز الخامس شعار معروف والمعروف لا يعرف دائما، أم صيحة لحسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري. في المركز الخامس أنهينا هذا النداء، وتعليقنا دائما للخمس، الخمسة المتقدمة، الخمسة المنطلقة، رموز الإعلام، ولكن مع وزن في مقدمة الشوط، وزن في مقدمة الشوط، وزن تسيطر على المركز الأول. عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي، ما تاريخها أنا بمعلوماتها يا بن بريك. وزن، يا سلام، وزن في مقدمة الشوط، أعطونا معلومات في رصيدها. ثلاث سباقات، ثلاث نقاط في رصيدها مشاهدينا الأعزاء، وهنا النقاط تعتبر مثل السيارات. يا سلام، في ميدان التحدي، ميدان الشحارية، ومرشحة ترشيح قوي في هذا الشوط. هذه هي وزن عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي في مقدمة هذا الشوط. 1200 يا جماهير الكرام، 1200 يا متأخر، 1200 يا اللي مقفل الجهاز في هذه اللحظات. انطلقنا وننطلق مع المنعطف الأخير الذي ما بعده نتوجه إلى النهاية وإلى خط النهاية وإلى خط التتويج وإلى كلمة الفوز وإلى كلمة الناموس. الله، شوف شعار بن جبران، شعار صوغة اللي فازت بأحد الأشواط في هذا الصباح، شعار صوغة، وهذه هي الدرة. جابر بن سالم بن جبران المري في المركز الثاني، تسيطر تتسلل في هذه الرياضة الذي يسمح فيها التسلل من غير رياضات. المركز الثالث وصلت غزة لفهد بن سالم بن مسعود المري، قادم على المركز الثالث، نتمنى لها النصر غزة. يا سلام، المركز الرابع في هذه اللحظات، وهذه هي سودة غانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. في المركز الخامس شعار بن حلفان، تكريم من تريد التكريم فلتتقدم إلى هناك، سعيد بن علي بن سعيد البريسي المري، ولكن إلى بن جبران للمرة الثانية في هذا الصباح مع صوغة 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 صوغة. وهذه الدرة، وهذه إحدى الدرر، تنطلق لتفوز لتحلق مع بن جبران. سالم بن جبران المري يفوز للمرة الثانية، ووفق بتعليقي للمرة الثانية على شعار بن جبران. يا سلام، تهانينا والناموس، صباحك فل في هذا اليوم، في نقطتين في هذا الصباح مشاهدينا الأعزاء. تهانينا لسالم بن جبران، وهذه الدرة، هذه الدرة الثمينة، هذه الدرر والحكم مع بن جبران. تهانينا والناموس لسالم بن جبران المري. المركز الثاني سعيد وفهد بن سالم مسعود غزة. المركز الثالث وزن لعبد الله بن ناصر الحميدي. المركز الرابع هذه سيدة صالح بن عبدي بن عبد الهادي الغفراني، وخامسا تكريم لسعيد بن علي بن سعيد البريسي المري. تهانينا والناموس لسالم بن جبران المري
للمرة الثانية في صباح هذا اليوم على هذا الفوز، الفوز بعد صوغة وهذه الدرة لتكمل. وفي هذا الصباح ناخذ التوقيت الزمني لحظة وصول الدرة. التوقيت الزمني 6:24:24. توقيت الدرة المركز الثاني الغزة لفهد بن سالم المسعود، توقيته 6:21:00. 76:00 توقيت غزة فهد بن سالم المسعود، تهانينا له. المركز الثالث وصلت وزن عبد الله بن ناصر بن خالد الحميدي 6:25:00 أو 23:00، 16 جزء من الثانية.